حسين اقضي حاجتنا يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان ودرجي قال بيت يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج أيها النبي الكوكب الدري أنت إمام الحضرة من الغيب سلام الله يا سلام من الرحمن يكشاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يكشاكم بعد الله جيناكم قصبناكم طلبناكم وحبنا وعدنا دياكم حداياكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرجاكم سعدنا يتيناكم وفزنا إلى زرناكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرجاكم ولك يا دموع النيف عشاكم وعشاكم سلام الله يا سلام من الرحمن يرجاكم فقوموا واشفوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم سنة الله سنة الله مزا يمين مزاياكم سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم حسن أبراج الرحمة تقشانا وتقشاكم سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم سلام الله حياكم وإن الله ترعاكم سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم وصلى الله مولانا وسلمنا اتيناكم سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم على المحتار شافينا ومنقذنا واياكم سلام الله يا زدا من الرحمن سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم سلام الله يا زدا من الرحمن يرجاكم السلام عليك يا سيدتي يا حبيبتي يا شريفة حبابة صافية صابرة أمينا فاطمة بنت حسان بن محسن ابن الإمام القطب عبد الله بن محسن العطاس وأخنا المجاهد في سبيل الله الحبيب مصطفى بن جعفر سقاف وجامي والدينا والديكم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم درجاتهم بجنة يجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاضهم وبركاتهم وأعلم أنها صلاة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة كرمة الفاتحة تقبل الزيارة إنك أنت السميع العليم تواب الرحيم تواب السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله الله يا الله لنا بالقبول على ابن بابا ولنا ترحنا الحمول الله
الله الله يا الله فانا بالقبر عجين منه المواهب والرضا والقبول الله الله يا ربنا انظر إلينا وسامع ما نقول مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. Baik, kepada para jamaah, kami mohon sebelum kita memulai Maulid Agung Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dapat menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Sekali lagi